السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في مسهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف وحوار. هذه الحلقة التي نسعد فيها باستضافة الفقيه والمفكر الإسلامي الدكتور الشيخ ولزين لنناقش معه قضايا في الفكر الإسلامي كإشكالية الفهم الصحيح للإسلام ومعاملة الآخر فيه والديمقراطية والسلطة والدين وأزمة الإسلام الرسمي في ظل المد الحركي الإسلامي، قضايا من بين أخرى سنناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف وحوار. أهلا بكم ضيفنا الكريم. ولد ضيفنا الدكتور الشيخ ولزين والإمام في مدينة العيون شرق موريتانيا سنة 66 900 و1000، حصل على شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة مولاي إسماعيل بمكناس بالمملكة المغربية، وهو خريج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بموريتانيا وخريج محضرة والده، ودرس على العلامة محمد سالم العدود والعلامة حمدان ولته، أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بجامعة نواكشوط، وعضو المجلس الإسلامي الأعلى وأمين عام مساعد لرابطة العلماء الموريتانيين والأمين العام لمنتدى الفكر الإسلامي وحوار الثقافات. من مؤلفاته الاستدلال بالمقاصد الشرعية في فتاوى الشناقطة واختصار الفروق والمذهب المالكي في وجه العاصفة وحقوق الإنسان في الإسلام، كما حقق مجموعة من مؤلفات والده العلامة الزين والإمام رحمه الله. له مجموعة محاضرات ومقالات في عدد من المجلات العربية والمحلية. أهلا بكم ضيفنا الكريم مرة أخرى. بداية، في ظل تفرق كلمة المسلمين وتباين آراء العلماء وصراعهم ربما أحيانا، أين هي المحجة البيضاء التي تركنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البداية أود أن أشكركم قناة وشخصا الأستاذة الكريمة سنقيت قناة متميزة رائدة مجال الإعلام في موريتانيا، مهتمة بقضايا الفكر وقضايا الإسلام بوسطيته واعتداله. لذلك أود أن أنوه برنامجكم أنتم، وهو برنامج ناجح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على آله وصحبه أجمعين. أود أن أشكركم قناة وشخصا على استضافتكم الكريمة، وأود كذلك أن أنوه بقناة الشنقيط بوصفها قناة رائدة في مجال الفكر ومجال الوسطية والاعتدال الإسلامي. كما أود أن أنوه ببرنامجكم شخصا على استضافته لقامات علمية وفكرية كبيرة شاهدتها وكانت لها أثارها الطيبة في البلد. بالنسبة لسؤالكم، أود أن أنبه على أن الأزمة الحاصلة اليوم في الأمة هي أزمة حضارية بالأساس، وأزمة فكرية مردها إلى حالة فكرية حقيقة عميقة تجتاح الأمة، وقد اجتاحتها في زمن التتار واجتاحتها في زمن الضعف الإسلامي، وهي كبوة نرجو إن شاء الله وأن تخرج منها الأمة وما ذلك على الله بعزيز. وحال الأمة الآن في الحقيقة حال يرثى له، وحدث فيها تحدث أشياء حقيقة لم تكن متصورة، بأن يقتل المسلم أخاه وأن يكفر الناس بعضهم بعضا وأن تتمزق الأمة أشلاء بهذا الشكل. حقيقة هذا أمر يندى له الجبين، ولكن على كل حال المحجة البيضاء واضحة ليلها كنارها لا يضل عنها إلا زالغ، وهي ما كان عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهو هذا الإسلام الوسطي المعتدل الذي لا غلو فيه ولا شطط، والذي أركانه معروفة وفضائله معروفة والشمائله معروفة. فالإسلام على كل حال ليس موضوعا هلاميا وليس موضوعا يختلف عليه الناس، وإنما يختلف فهماتهم هم في مجال الإسلام. أما الإسلام فإنه طود شامخ سيظل لأنه نزل وسيظل كما كان. ولكن دكتور، هو كل في ظل الحالة الحالية للمسلمين، كل يغني على ليلة، كل أيضا له محجته التي يدعي أنها هي المحجة التي تركنا عليها نبينا. كيف نتبين دلائل والمؤشرات التي
تؤشر لنا بأن هذه هي المحجة البيضاء. هو الافتراق الأمة أصلا ثابت بالصحيح أنها ستفرق أمته إلى 70 شعبة ولا 70 شعبة فرقة، ولكن الفرقة الناجية منها هي ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لكن هذا لا ينفي أن كل يدعي أنه على على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينفي هذا أن كل الفرق هي من الأمة. افتراق الأمة أصلا هو واقع لا يمكن أن حاصل، لأنه نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم، افتراقها حاصل، ولكن الذي يقع الآن هو إخراج بعضها من بعض، وأن نحاول إقصاء البعض من الأمة، ما أنك تكون كلها أمة، فالأمة تجمع كلها، الأمة تجمع كلها، تجمع المبتدع، تجمع المنافق، حتى تجمع الزائرة، لكنها كلها في الأمة. جيد، هذا يوصلني إلى لكن الذي كان عليه السلف، الذي كان منهج السلفي في زمن السلف الأول حتى من زمن الصحابة ومن بعدهم في أرض بغداد، كان كل الناس يخطئ بعضهم بعضا، ولكنه لا يكفره. حال التكفير هذه هي الحالة الطارئة، أما حال ادعاء الحق أو ادعاء العصمة في شخص معين فهذا كان واقعا في الزمن الأول. ما الذي حدث الآن هو أن ادعاء العصمة، كان هنالك من يدعي العصمة غير الرسول؟ نعم، هناك الأئمة المعصومون عند الشيعة، هؤلاء يدعون بعصمتهم، ولكن السنة لا يقولون بذلك. لكن الإشكال ليس في ادعاء الحق، ولكن أن تخرج الآخر من الحق تلقائيا، كما كان الشافعي يقول: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. أما أنني أنا أعتقد ما علي حق فهذا حقي، ولكن ذلك لا ينفي أن يكون الآخر نصيب من الحق قل أو كثر، ولكن ذلك لا يخرجهم من الملة على أي حال. جيد، هذا يوصلني إلى كيف نتعامل مع الآخر. هنالك ثلاثية هي السائدة لدينا في تقسيم المجتمع الإسلامي، أن هنالك كافر، هنالك منافق، وهنالك مسلم حقيقي. هذه كيف تنظر إلى هذه الثلاثية وإلى العلاقة ما بين أطرافها الثلاثة؟ هذه الثلاثية واقعة وحاصلة شرعا وطبعا، ولكن ذلك لكن الجزاء فيها إنما هو جزاء أخروي، لأننا في الحقيقة في جزاء أخروي بمعنى أننا لا يمكن أن نعرف من هو المسلم الحقيقي ومن هو المنافق ومن هو الكافر. تماما لا يمكن ذلك، لأننا عندنا أوصاف المنافقين: إذا حدث كذب، وإذا وعد خلف، وإذا رأينا من إذا حدث كذب مثلا لا يمكن أن نحكم عليه أنه منافق. لا لا لا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كان بعض الناس يعيش بعضهم منافقين، وكان عمر الخطاب يسأل حذيفة بن اليمان: هل سماني من بين المنافقين؟ يقول له: لا، فيطمئن عمر. لكن المنافقين كانوا يعيشون مع صحابتك غيرهم، ويموتون ويصلون عليهم كما، لأنهم لا يعرفونهم، وليس مطلوبا حتى أن يعرف، لأن يصلون عندما قال له، عندما سئل: لماذا تقتل المنافقين الذين رجعوا عن أحد؟ قال: أخاف أن يقال أن محمد يقتل أصحابه. إذن مسألة النفاق هذه، ومسألة النفاق وغيرها، هذه توصيف أخرى وجن يعرفه الله سبحانه وتعالى، ويعرفه نبيه ومن أخبره بذلك. أما غيرنا فإنه لا يعرف ذلك، وليس مطلوب منه كذلك أن يعرفه، لأن خصال النفاق كثيرة، وخصال الإيمان كذلك كثيرة. بعض المنافقين يتوب لآخر أمه، وكان آخر كلامه الشهادة دخل الجنة. إذن في الحقيقة موضوع النفاق هذا موضوع ليس متعلقا بحياتنا الدنيوية، وإنما هو متعلق بالجزاء الأخروي عند الله سبحانه وتعالى. في الممارسة الإسلامية، هل يعني هذا أن من يمارسون هذا العنف هم خارجون عن الملة؟ لا، ليسوا خارجين عن الملة، لأن موقفنا منهم كموقف علي كرم الله وجهه مع الذين خرجوا عليه. هم كفار، قال: لا، هم الكفر فروا. هؤلاء الغلاة وغيرهم لا يسمون كفارا إطلاقا، لأن التكفير مبدأ التكفير أصلا ليس من مبادئ السنة، لأن التكفير موقف وتوصيف أخروي. أما من شهد، من قال الشهادة ونطق بها، فهو في الإيمان وداخل في الإيمان، لا يصده عن ذلك أي شيء. هذا وعقد عصم دينه وماله وعرضه.
هذا هو كلام أهل السنة وهذا هو موقف. كيف نتعامل معهم إذن المتطرفين؟ لا، هم إن قاتلوا قتلوا، وإن حاربوا حربوا، وإن فعلوا ما، وإن سالموا سلموا، وإن سالموا سلموا طبعا. هل يمكن أن نقدم لهم الفدية مقابل أن يتركونا مسالمين، أن يسالمونا؟ لماذا ليس ماذا يمنع الفدية من الطهير الكفار؟ حتى لأنه كما قال عز بن عبد السلام وغيره من العلماء، قالوا بأن الخراج يمكن أن بأن الكفار يمكن أن جزية عليهم أصلا، ولكننا نحن إذا لم نجد الأمن منه إلا بمقابل مال نعطيه لهم جاز ذلك، كما كان فعله صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. يجوز للمسلم أن يدفع الجزية للكافر؟ نعم تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل ذلك لأهل خيبر ولكنه لم يفعل ذلك، فذلك الهم يدل على 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 تشريع. ولكن كان هذا في فترة معينة. نحن الآن في مرحلة استضعاف، مرحلة عدم وضع استضعاف حقيقي المسلمين، وكل ما يصون البيضة وكل ما يصون الأمة، وهناك يبدون عام، وهو درء وهو رد رد درء درء المفاسد أو لامشي المصالح أو لامشي المصالح، إن هذا يبدو هو المتحكم أساسا في مبدأ الفقه الإسلامي، مبدأ الإسلام. والذي يقع الآن هو إشكالية أننا أن أن أن, أن الأولويات قد تم تجاوزها كثير. جيد، هؤلاء المتطرفون كما يسمون، قلت إننا يمكن أن ندفع لهم الفدية مقابل أن يسالمونا، إن هذا مبدأ إسلامي. مبدئيا هم لا نعتبر، ليس الموضوع أن نعطيهم ولا نمنعهم، ولكن نحن نحاربهم ونقاتلهم بقدر الطاقة والوسع. وإذا لم يكن باستطاعتنا قتالهم ندفع لهم مقابل أن نتجنب، كما ندفع الكفار. ولا ترى أن هذا يمكن أن يشجعهم على وأن يكون سندا لهم ومددا من أجل أن يقوم؟ هناك الموقف الشرعي، هناك الموقف الاستراتيجي السياسي. الموقف الشرعي هو أن نمدهم. الموقف الشرعي أننا يجب أن نعمل، نرد الصائلة ولو بالقتل، فإن أمكننا غير ذلك فعلنا به. جيد، هذا التطرف أو هذه الجماعات تعلن الجهاد، من قتل مع هؤلاء ما هو موقف الإسلام؟ هؤلاء الذين هم من المتأولون، متأولون على كل حال شرعا هم متأولون، ولكن قتالهم ومجاهدتهم جهاد حقيقي. قتالهم وكيف نفعل وكيف نفعل إذا التقى المسلمان بسيفهما في القاتل والمقتول؟ ليس الأمر سواء في هذا السياق. هم هؤلاء توصيفهم الشرعي أنهم إما بغاة بغوا علينا، وإما خوارج خرجوا علينا، خرجوا على السلطان. مثلا أسمي الأشياء بمسمياتها، القاعدة وداعش الآن توصيفهم إما غلاة أو خوارج أو بغاة. ليس هناك توصيف آخر يمكن نصفهم به، ليس هناك شرعا توصيف يمكن نصفهم به، ولكن على كل حال لا نكفرهم إطلاقا، لأننا لا نكفر من ينقل الشهادة، وهذا يبدأنا بغض النظر عن موقفنا منهم، وبغض النظر كذلك عن انطباعنا نحوهم، بغض النظر عن مدافعتنا ومغالبتنا لهم. جيد، هنالك من يتحدث أو هنالك تقارير تتحدث عن أن محاضرنا التقليدية هي حواضن لهذا الفكر العنيف، ما رأيك؟ لا يمكن القول بهذا الشكل بهذا الإطلاق، لكنه في الحقيقة أنه يجب القول ويجب الإقرار بأن حواضرنا ومحاضرنا منذ مدة طويلة جدا دولة الحديثة نسيتها وتناستها، ولذلك لم تبوب لها في قضايا الدولة بصفة عامة. المحاضر والمساجد كانت غائبة فيها إلى عهد قريب جدا، وهذا منذ التأسيس. كذلك يمكن القول كذلك أن هناك مدا هناك محاضرة تعيش من خلال شيوخها، فإذا مات الشيوخ ماتت المحاضر، ودعم الشيوخ المحاضر هو دعم المحاضر، فإذا ماتت المحاضر الأصلية لا يمكن للمحاضر المستنبتة أن تقف محلها. إذن هل نفهم من هذا أن هنالك
محاضر مستنبتة أصبحت هي القائمة والموجودة في موريتانيا؟ ليس هذا عاما، ولكن في الحقيقة هو ينبغي القول أن 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 القطاع المحاضر بصفة خاصة كما قلت يحتاج دعما لشيوخه ودعما في مناهجه ودعما في فكره، وهذا وهذه الثلاثية تحتاج في حقيقة نوعا من التأصيل الحقيقي، لأن شيوخ المحاضر بعضهم ولكن كيف بعضهم يموت والآخر ومناهجه كذلك، هناك مد خارجي يجتاح المناهج، وهناك كذلك خارجي من أين؟ خارجيون في المنهج نفسه، ما هو منهجنا الأصلي، ما هو هو الفقه المالكي، هو المذهب المالكي، هو العقيدة الأشعرية، هذا المد، هذه ثلاثية. ما هو المد الخارجي الذي يغزو محاضرنا؟ يغزوها مد ذو أبعاد كثيرة. ما هي هذه الأبعاد أساسا باختصار؟ أبعادها الأساسية هو أن هناك نوع من محاولة إخراجها عن أن تكون محاضرة. إذا كانت كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ سموا الأشياء بمسمياتها حتى يستفيد المشاهد. هو المحاضرة ماذا كانت تخرج؟ كانت تخرج علماء مالكيين أشعريين، هذا ما كانت تخرج محاضرة. فإذا خرجت غير مالكيين أو غير أشعريين تمثل خطرا، إذا ما خرجت مالكيين غير مالكيين أشعريين، إذا ما خرجت غير ذلك لم تعد المحاضرة كما يعرفها، وبالتالي أصبحت تمثل خرج تمثل خطرا. لا يمكن أن نزكيها كما نزكي من سلف، لأن المحاضرات عبر تاريخها كانت هكذا، فهي مزكاة بالسلف، مزكاة بمخرجاتها القديمة. نحن ماذا أخرجنا؟ أخرجنا علماء من هذا الشكل في العالم كله. العالم إذا كان موريتاني إذا ذهب إلى الخارج، حتى ولو موفد إلى هنا من الخارج، كان دائما العلماء هنا يمثلون المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية، هكذا كانوا يمثلون. فعندما لا يكونوا يمثلون ذلك لم يعودهم كما نعرفهم. لا يعودون يمثلون ذلك. كيف 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 ذلك؟ هل يعني هذا أننا أصبحنا أن محاضرنا أصبحت تخرج علماء لا ينتمون إلى الفكر المالكي وإلى العقيدة الأشعرية؟ طبعا موجود هذا الشكل، طبعا موجود. ينتمون إلى مذاهب من المذاهب الأربعة، يمكن ويمكن يمكن إلى غيره كذلك، ويمكن إلى غيره، ما دامت المحاضرات إن لم تكون تظل متمسكة بمنهجها الذي تم تزكيته على أساس. المحاضرات مدرسة نموذجية في العالم، في العالم كله يعرفها الناس ويعرفونها من خلال مناهجها. كل جامعة وكل مؤسسة تعرفها من خلال مناهجها. فإذا تغيرت المناهج علينا أن نعلم العالم بأن مناهجنا قد تغيرت، علينا أن نعلم العالم بأن مناهجنا قد تغيرت. أما المحاضرات كما يعرفها الناس فهي هكذا. فإذا خرجت، هل يعني هذا أن المذاهب الأخرى على ضلال ما دام لا يصلح منها إلا المذهب المالكي أو العقيدة الأشعرية؟ ليس الأمر كذلك، ولكن المحاضرات كما قلت مؤسسة دينية لهذه البلاد، عندها منهج معين، وكذلك المحاضرات مؤسسات الكتاتيب في السودان وفي السعودية عندها مناهج معينة. ولكن نحن حتى المدارس عندنا شهدت عندنا أربع إصلاحات مثلا بعد الاستقلال، لماذا لا تشهد أيضا المحاضر على غرار المدارس إصلاحات؟ أنا معك أن المحاضرة تحتاج إلى إصلاح، وإصلاح كما قلت أولا بقاءها هي أن تبقى كم أن تبقى محاضرة عبارة عن شيخ، عن عالم يدرس العلوم. لكن هذه المقررات الدراسية قد نجددها، قد نغير فيها. فإذا العالم انشغل عنها، فإذا العالم انشغل بحياته اليومية عن المحاضرات، لا تكون هناك محاضرة. إذا العالم كذلك أصبح عنده مناهج أخرى غير مناهج من المحاضرات، كما قلت لك عندها ثلاث مكونات. إن لم يوجد أحدهما لم يوجد الآخر. هل يعني هذا اتهاما للمؤسسة الرسمية مثلا وزارة الشؤون الإسلامية بالتخلي عن المحاضر؟ لا ليس بهذا الشكل. هذا 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 أنا أقوله ليس عن 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 ليس مثلا عن فراغ، وإنما من قراءة مقابلات لك سابقة، قلت في أحدها إحدى هذه المقابلات أظن أنه من الواجب أن يتم التفكير في الأسباب التي أدت إلى هذا الواقع الذي هو الواقع الذي تعيشه المحاضر من أجل تدارك الموقف قبل فوات الأوان. أظن أن وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولنا وكذلك الهيئات الإسلامية الأخرى قليلة الفاعلية بالنظر إلى كثرة الإشكالات والتحديات. أنا هذه المقابلة قلتها في السياق غير السياق الذي أنت فيه الآن، ولكن سأوضح لك السياق. ولكن الدول سأوضح لك السياق. أنا اللفظ على الأقل عام.
اللفظ عام، اللفظ عام هنا ولا لا غير معني بسياق معجم او سياق معجم، لكن اوضح لك الفكره. انا اظن باختصار انا اظن وهي قناعتي ان النظام الرسمي الاسلامي عامه يحتاج مزيده من الفعاليه، انه ضعيف جدا، انه ضعيف. وزاره الشؤون الاسلاميه عندنا ضعيفه، هيئات اسلاميه كثيره اخرى منها المجلس الاسلامي الاعلى الذي انا عضو فيه، المجلس هذا المجلس منذ تاسيسه لم يجتمع، منذ 92 لم يجتمع. الهيئات الاسلاميه الموجوده في البلاد بلدان الاسلاميه، الهيئات الرسميه هذه هيئات ضعيفه، غير لا تنتج فقها يراعي الواقع، تعيش خارج زمنها. حتى لا 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 نربط المشاهده بالعالم الخارجي اكثر من، لماذا ما دامت هذه المؤسسات غير قادرة على إنتاج فقه يناسب الواقع، لماذا التكاثر الفطري لها؟ كل يوم، كل أسبوع، ربما كل سنة نشهد ميلاد هيئة جديدة تعنى بالقضايا الإسلامية. عندنا الفتوى والمظالم، عندنا المجلس الأعلى، عندنا هيئة علماء المسلمين، لماذا لا يجتمع هؤلاء في هيئة واحدة تكون قادرة على إنتاج فقه واقعي إسلامي؟ هذا السؤال وجيه جدا. أنا أظن أن النظام الرسمي الإسلامي من جاكرتا إلى نواكشوط، النظام الرسمي العالمي الآن يعاني أزمة حقيقية في المصداقية وفي الفاعلية. لكن أنا أتحدث عن هنا، قول لي مالكم ما تجتمعوا أنتم كعلماء بالحسانية، لماذا التفرق؟ أنتم تعتبرون أن من أمراض الأمة الإسلامية التفرق. نحن في موريتانيا نعاني من تفرق العلماء من أنفسهم، حتى الهيئات هيئات مختلفة، هنالك ربما هيئات تمثل علماء المعارضة، وهنالك هيئات تمثل علماء الموالاة، وهنالك حتى في إطار الموالاة أيضا وفي إطار الجسم الرسمي المجلس الأعلى الإسلامي ومجلس الفتوى والمظالم، أيهم يمثل الدين الإسلامية والشريعة الإسلامية الرسمية؟ الإشكال ليس في التمثيل، هم كلهم يمثلون الدين الإسلامي، لكن الإشكال هو الفاعلية، هو الإسلام مطلوب أصلا أن هذه الهيئات الرسمية أن تنتج ما يستوعب الساحة، أن تنتج ما يشد الناس إليها، ما يجعل الناس يعتبرون أنها فعلا تمثل الإسلام الحقيقي. وهي عندنا لا تنتجه، أنا أظن أنه ضعيفة، هناك ضعف حقيقي في المصداقية وفي الفعلية، أنا قلت لك صراحة. وكيف تبررون إذن هذه الرواتب التي تجنون من هذه الهيئات ما دامت غير قادرة على إنتاج شيء للمجتمع؟ هذا سؤال موجه، لكن أنا أظن أنها عطايا هبات السلطان، يجوز قبولها. أما غير ذلك فإنها من حيث الفاعلية الحقيقية في الساحة الإسلامية، أنا شخصيا أظن أنها عديمة الفاعلية، لأن الساحة. هل يمكن أن تحدثنا عن مستوى هذه الرواتب مثلا؟ بعضها كبير وبعضها صغير، الكبير منها والوسط منها، الجسر الإسلامي الأعلى. لماذا؟ هذه نحن الآن نحارب تحدد الرواتب معاني ربما. عفوني من هذا السؤال. جيد، إذن هنالك أيضا العلاقة بين الرجال، بين السلطة والدين، بين السلطة والدين كما قلت، هذا الخلاف يبسط ذيله على الحياة العامة. لدينا علماء السلطان أو علماء بنافة كما يسميهم الشيخ محمد بن سيدي يحيى، وعندنا أيضا علماء الشعب كما يسمون أنفسهم، وعلماء ممثلين للشرعية من وجهة نظرهم، أو علماء المعارضة. ما وجه هذا الخلاف؟ الحقيقة أن 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 أنه أنه أن أن الجميع يجب أن يكون يمثل الإسلام الحقيقي، وكون البعض يوالي وكون البعض يعارضه، هذه انطباعية، قضايا انطباعية وقضايا موقفية، لا ينبغي أن يظن بأنها موقف إسلامي، لا ينبغي أن يظن أننا إذا عارضنا لأننا فقط لأننا مسلمون، وإذا ورنا لأننا غير مسلمون، هذا موقف انطباعي غير صحيح. لأننا موقف الصحيح ما هو؟ لأن الموقف الصحيح أن نعتبر أن موضوع التفرق هذا قضية انطباعية، قضايا أنا أحب مثلاً، أنا أرضى أن أكون مع هذا لأنه يوافقني في قضايا معينة. أظن أن ولكن ما الذي يوافق الإسلام؟ نحن الآن أنتم ممثلون، أو يفترض أنكم ممثلون للدين الإسلامي، كيف تتفرقون وأنتم قدوة؟
بعضكم يذهب مع السلطة وبعضكم يذهب وكلكم يدعي أنه على حق. المعارضة إسلام والسلطة إسلام، لا ينبغي أن احتكار الإسلام في الطرفين. المعارضة في الإسلام، المعارضة إسلام في الإسلام، المعارضة في الإسلام، لكنها غير مسلحة وغير مؤثرة في الفوضى وغير ولا تدعو لفتنة. هذا هو مبدأ الأصلي. أما أنك تكون أنت لا يوافقك شخص معين وأنت تريد أن تكون محله، هذا ليس في مشكلة، وهي مقرة إسلامية، ما في مشكلة، لأنه كما يختلف العلماء ويختلف الساسة، هذا موضوع بسيط، ما ليس في مشكلة. كما يختلف العلماء في وجهات نظرهم، يختلف الساسة كذلك في وجهات نظرهم. لكن ينبغي أن يكون واضحا جدا أنه للمعارضة تمثل الإسلام وللسلطة تمثل عدم ذلك. هذا ينبغي يكون واضحا جدا في الموضوع وفي السياق. ولذلك قضايا الموالاة والمعارضة هي قضايا انطباعية لا علاقة لها باحتكار الإسلام، لا هذا ولا ذاك. هذا هو. ولكن أنتم شخصيا مثلا تتهمون بأنكم من 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 الفريق الموالي للسلطة. نعم. وهذا الفريق ربما ينتج الفريق الآخر سيل من 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 التراث المدين له، القرب من السلطان، موائد السلطان إلى آخره. كيف تردون على هذه الحقيقة؟ أن هذا السؤال فعلا مهم جدا، لأنه من المهم بيان الحق فيه من الباطل. ليس هناك عيب أن ندعم ونعبر عن موقفي تجاه سلطان معين أن ندعمه. لماذا؟ لأن الطاعة هي الأصل، طاعة ولي الأمر هي الأصل، والمعارضة جت في الطارئ. فتمسكي بالأصل لا ينبغي أن يفهم على أنه سياق غير سياقه، فأتمسك بالأصل ما دام ما دمت لم أرى كفرا بواحا، وما دمت لم أرى كانطباعي شخصي لأرى ما يجعلني أتبرأ منه. أما إذا وجدت ذلك سواء في شخصي وسواء في مجتمعي وسواء في وجهة نظري الإسلامية، مثلا أقول لك مثال، عندما كان الصحابة بعض الصحابة يوالون معاوية بن أبي سفيان، هو هذا واضح جدا أنهم بعض الصحابة والوه وأخذوا منه العطايا وكانوا معه. هذا قضية طباعية، والذين عارضوه كذلك موقف طباعي. لا الإشكال أننا الآن كما نخرج الآخرين من الملة نخرج بعض المسلمين من الحق. إشكالية أنه ينبغي ولكن اتخاذ الوسط، ينبغي شديدا أن نفهم المعارضة ليس الدين، السلطة ليس الدين كذلك. سيد، أنت قلت لي إن, 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 إن السلطة أو موالاة الحاكم هي الأصل، لأنه هو الإمام وتجب طاعته. هل أئمتنا اليوم تتوفر فيهم شروط الإمامة كما جاء به الإسلام؟ ما هي شروط الإمامة؟ شروط الإمامة بسيطة جدا. هو نحن نتحدث هنا بموقف السنة. أكيد. من تغلب وعم طاقته قد وجبت على الجميع طاعته. لا نشترط. ما هو النص؟ نص. هذا نص. هذا نص. هذا كلام عادي. لا، هذا ليس كلام عادي. هذا نظم لقاعدة محكمة. ما هو دليل هذه القاعدة من الكتاب أو السنة؟ طاعة ولي الأمر. وإن تأمر ولي الأمر من هو ولي الأمر؟ من هو ولي الأمر؟ تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيب، وإن تأمر عليكم. وهنا العبد الحبشي هنا ملاحظة مهمة جدا، لأنه كان هو أبعد الناس عن يتولى ذلك. معناه أنه كما يقول ابن العربي، من تولوها لا من يستحقونها، طاعة الأمر لمن تولاها لا لمن يستحقها. إذن كل من تغلب أصبح وليا للأمر. هذا هو كلام بغض النوارع عن شروط. هذا هو كلام للسنة. جيد. هذا هو كلام للسنة. غير بعيد عن علماء السلطان وعن اتهامكم أيضا بإنتاج، تتهمون بإنتاج الفتوى تبعا لهوى السلطان، ومعي هنا فتوى صادرة عن الرابطة التي تنتمون إليها، وهي رابطة العلماء الموريتانيين بخصوص الاسترقاء. تقول هذه الفتوى ربما الرسمية باعتبار أن 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 رابطتكم تابعة للسلطة، تقول إن رابطة علماء موريتانيا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بعد اجتماع مكتبها التنفيذي يوم 5 جمادى الثانية 36 400 ألف
الموافق لـ 26 مارس 2015 وتشخيصه للوضعية التي يعيشها البلد حاليا، وبعد النظر بإمعان على وجه الخصوص في الوضعية الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المجتمع الموريتاني، وبعد النظر في المقتضيات الشرعية الملزمة للجميع، وبعد الاطلاع على الفتوى الصادرة عن العلماء سنة 1981 وما ترتب عليها من قرار من طرف ولي الأمر بإلغاء الرق في موريتانيا، فإن الرابطة تؤكد للجميع أنه اعتبارا من هذا التاريخ لم يعد في البلد استرقاق شرعي. وعليه فإن كافة الممارسات المحتملة بعد هذا التاريخ تعتبر باطلة شرعا، وعلى كل الجهات المعنية العمل على إنهاء المخلفات الناجمة عن هذه الظاهرة. ربما تشبه هذه الفتوى بيانات الأحزاب السياسية. لم تعد، كيف لم تعد وهي كانت؟ هذا البيان وكتب كبيان، لكن فتوى صادر من هيئة الفتوى هذه أو البيان سميها ما شئت، قد تمت تزكيتها من جميع العلماء تأكيد لفتوى السابقة، وكذلك قد نوهت بها جميع الجهات المهتمة بهذا. ولكن هل تجدوا أنها سائغة؟ سأعطيك مثال. نحن الحقيقة كما قلت الفتوى هذه مؤكدة لفتوى 81، وينبغي اعتبار موضوع فتوى لماذا نحن أخذنا فتوى 81 كمرجعية. فتوى 81 لأنها أول اجتماع العلماء في موضوع يتعلق بهذا الموضوع. قبل هذا لم يجتمعوا، بعضهم كان لا يرى الرقة موجودا، وبعضهم كان يراها موجودا. في واحد من اجتمعوا وقالوا أن الرقة لم يعد موجودا. هذه الفتوى هذه أكدت ذلك، ذكرت الناس بذلك البيان. هذا ما فعل. ولكن هي قالت إن الاسترقاق أصبح باطلا من الآن. لا، ليس لم يعد باطلا ليس قبل. ليس من مارس هذا. ليس من هذا الشهر. ليس من هذا الشهر. الفتوى تؤكد فتوى 81، ولكن هي قالت فإن الرابطة بهذا التاريخ تؤكد للجميع أنه عبارة من هذا التاريخ ولم تقل من الماضي لم يعد في البلد استرقاق. ليس تاريخ هذا الذي فتوى، إنما هو تاريخ الفتوى القديمة. تاريخ الفتوى القديمة. نعم، الفتوى القديمة هي أول اجتماع العلماء في موضوع عام. قبل هذا ليش بيان شيء؟ وقبل واحد معناه هذا أن قبل 81 كانت العبودية شرعية. كانت العبودية. هناك بعض العلماء كان يقول أنها ما موجودة. أبو حمد التبوكتي في القرن 11 كان يقول أنها غير موجودة، ولكن هناك علماء آخر يقول أنها موجودة. بعضهم ينفيها وبعضهم يقول بها. إذا الموضوع نحن يجب أن نفهم شيء. نحن قبل بداية الستينات نكون دولة. تكون هناك دولة إسلامية، والذي ألغاها عندما ألغاها الاستعمار لم يكن الناس على قناعة بذلك، ولذلك أول اجتماع العلماء هو 81، ولذلك الموضوع هنا لا يؤكد ولا ينفي الموضوع قبل ذلك، ولكن يريد أن يؤكد بأن العلماء اجتمعوا في هذا التاريخ وأكدوا ويذكروا الناس بهذا التاريخ. جيد، ألا ترى معي أن هذه وبالمناسبة هذه الفتوى نوهت بها جهات حقوقية دولية في أمريكا. لا، هذا ليس هذا هذه لا تزكي الشرع. طبعا هيئات الحقوقية لا تزكي الشرع. أبقى مع الفتوى. ألا ترى معي أن هذه الفتوى ربما تبطل الكثير من الحقوق ويترتب عليها الكثير من الأمور، ما دمتم تعتبرون أن 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 الرق كان شرعيا في مرحلة معينة وتبطلونه الآن؟ ماذا ستفعلون بأنساب ترتبت على وجود الرق؟ الفتوى مثل القرار الإداري ليس عندها أثر رجعي. الفتوى ليس عندها أثر رجعي، ولذلك الذي يفتى فيه هو الواقع. الواقع الآن هو كذا وكذا. الواقع الآن أن الرق شرعا أفتى العلماء منذ 81 أنه لم يعد موجود. هذا هو ينبغي فهم الفتوى في هذا السياق. غير بعيدا عن الخلاف بين العلماء، معي الآن بيان أصدرتموه شديد اللهجة في اتجاه ردا على فتوى أو تصريح للشيخ الددو، عنونتموه لقد أخطأ العلامة الددو فوجب البيان بخصوص فتواه بكفر بشار رئيس بشار الأسد وتزكيته للشهادة الذي قام به. تاريخه كم؟
هذا تاريخه 24 يونيو 2013 وكان مقال. نعم كان مقالا. نعم, كان نعم. لكن هذا المقال بالطبع هو كان رد كما قلت على فتوى الشيخ ددو بخصوص تكفيره ل رئيس بشار الأسد. هل هنالك بعض الكلمات التي توقفت عندها وهي البيتين اللذين صدرت بهما واللذين يقول الأخير منهما: أتسلبني ديني والله ما شاء مثبت إذن أنت في تقديري نفسك مفرطة. ترى هل تتهم الددو بأنه يريد أن يسلبك دينك؟ لا, هو البيتين هذا من قطعة شعرية, ولكن أنت استشهدت بهم. قطعة شعرية بين العلامتين بالطبع. أنا أعرفها مختار والبونة وشخص مختار الكنتي. نعم نعم. واستشهاده قد يكون الاستشهاد إلى في بعض المطلوب, لا كله. ليس لا كل حال الفتوى جاءت في السياق المعين في السياق 2013 قبل مدة وانتهى موضوعها وكتب عنها ما كتب ولن نعود إليه. ولا ترى أنها شديدة اللهجة؟ لا, هي صالحة على كل حال. هو فتوى من المزال صالحة, لأن ما قلته أظن أن الجميع رجع عليه, لكن انتهينا منها الآن. لا, ما زلت على أن الددو مخطئ بخصوص تكفيره لبشار الأسد؟ أظن أن كثير من العلماء رجع عن ذلك الذي قال, ليس وحده. لكن أنت هل رجعت عن عن أن الددو مخطئ في؟ أنا فقط أكدت أن أؤكد فقط موضوع عدم تكفيري أي شخص يدعي أنه مسلم. هذا هو ما أؤكده, عدم تكفير المسلم إطلاقا. هذا هو ما أؤكده عليه. جيد. كانت لك أيضا للتذكير وقفات مع فقه المقاصد, وألفت كتابا في الاستدلال بالمقاصد الشرعية في الفتاوى الشنقيطية. لفت انتباهي بعض الأمور, ربما تطبيقات التي أتيتم بها لفقه المقاصد, والتي قد تكون ربما غريبة على من لم يمارس الفقه المقاصدي. أقف مثلا عند العرف وتطبيقاته في صفحة 176 من الكتاب. تقولون: وارتكاسا على العرف والعادة يفتي بعضهم بأن الطلاق يثبت للمرأة إذا رفعت صوتها بالزغاريد والزوج حاضر, لأن ذلك يدل على الطلاق في عادة القوم. المرأة في موريتانيا إذا زغردت أو أمرت من امرأة أخرى أن تزغرد وكان زوجها حاضرا تصبح طالقا عليه. نعم, هذا ما أفتى به العلماء منذ قديم, لأن العرف قاضي فيما يتعلق بالمعاملات, لأن العرف مقضم به بالمعاملات. فهو عندما يعرف العرف, إذا كان لا يعرف العرف لا يقضى عليه به, ولكن إذا كان يعرف العرف فإنه يقضى له به لم يتكلم. جيد. ما القضية حين تصبح عرفا تصبح شرعا؟ هو العرف كشرع ما لم يصادمه. إذا كانت هناك مساحة أو فسحة فسحة في الدليل, أنا ليس هناك حرام ولا حلال, ولكن هناك فسحة مهملة, فالعرف هنا يكون حاكما على المنزل. لدينا عرف وهو المصافحة في البلدان الإسلامية, ماذا تقول عنها؟ هل يمكن أن تنسحب عليها هذه القاعدة وهي استدلال بالمقاصد؟ العرف إن صادم أمر الباري رمي في البراري, إذا كان هناك نص صريح بما يتعلق بالمصافحة. وأنت ترى أن هنالك نصا صريحا متعلقا؟ نعم, أنا أرى أن المصافحة حرام. أن المصافحة حرام؟ نعم. حتى ولو ضرت بالأعراف الدبلوماسية لا يمكن أن تدخل تحت أيضا ضر المصالح النفاسية؟ هناك موضوع شون آخر. هناك موضوع ارتكاب أخف الضررين وارتكاب مصلحة المركبة, وهناك مندوحات كثيرة للمسلم, إذا لأن هناك فرق بين الحكم العام والحكم الخاص. أنت مثلا إذا فعلت شيء أقول لك, سألتني عن سؤال أقول لك هذا حرام, ولكنك إذا قلت لي هل أنا فعلته شخصيا كذا وكذا أقول لك كذا فعله, لأنك قد تكون هناك دورات معينة تبحث لك ذلك. أيضا أتيتم ببعض التطبيقات على مقصد سد ذرائع, وقلتم فيه: واتكاءً على سد ذرائع منع بعض الفقهاء زيارة الأقارب يوم العيد.
يقول الفقيه سيد أحمد بن سيدي عثمان بن مولود الغلاوي: يا طالبا بالوصل نيل الأجر، ليس بوصل العيد غير الوزري. أما دخول الدور يوم الفطر فليس ممدوحا بهذا القطر، لأنه يوم تبرج النساء، فمن يبحه للورى فقد أسى، إلا لمن غطى عن المحارم طرفا ولم يصغي لقول آثمي. فكم نساء قد رأيتم ورجال يبغون بالعيدين ممنوع الوصال. إذن صلة الرحم حتى قد تصبح ممنوعة. هو سد ذرائع مبدأ أصيل، وليس لا 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 ليس الرحم لا تصل بالحرام، ما تصل بالمندوب. صلة الحرام مندوبة، لا تصل بالحرام. إذا كان يؤدي الوصل إلى غير ذلك لا تجوز طبعا، هذا معروف. ولا تجوز صلة الرحم يوم ما بالشكل. إذا كان هذا يوم العيد حسب ليس الوصل العيدي، قد بحسب الناس بحسب المندوحات. إذا كان مثلا غرض سيء فلا يكون مباح وسيلة له. الغرض المباح مثلا الغرض الحرام لا يبيحه المندوب، ولا يبيحه الغرض طيب. جيد. واعتبارا لقاعدة رفع الحرش تأتي بتطبيق، يلزم بعضهم أهل المرأة الحط من الصداق بقدر جهاز المرأة إذا لم تأتي به، لأن العرف جار على هذا النحو. قال محمد رمين والأحمد زيدان: وبعد فكثر السؤال عن قولي بإسقاط ثلث الصداق وما حجتي عليه، فقلت: إن الذي أقول به هو أن الرجل إذا تزوج بعشرة دنانير مثلا وتجهزت له بمثلها أو بما شرط أو جرى به عرف وتمتع بذلك قدر ما يرى، فالأمر واضح أن لا طالب ولا مطلوب. وبقي إن تجهزت له بأقل من ذلك المدفوع وأبت أن تتجهز، أو طلقها قبل التجهيز، أو مات عنها، أو ماتت هي قبل التجهيز، أو طلقها ومات أحدهما من فوره، أعني قبل أن ينتفع به انتفاعا اليوم الجاري به العرف، فلا شك أن هذا الرجل يحط عنه كثير من هذا الصداق، لا بحد وقفت عليه لكنني حددته تقريبا للمسلم. الصداق يكون أيضا ينبغي أن تكون له مردودية من قبل الأصهار، بمعنى هو هذا أن يكون هنالك مقابله تجهيز للمرأة، وهذا نوع من الاستحسان. هذا الحكم هنا مبني على مبدأ الاستحسان، وهو أنه جرت العادة على أن الصداقة يسمى مسمى معين مسمى، فإذا كان ذلك المسمى تدخل فيه عادة التجهيز فإن ذلك معروف، فإذا لم تجهز ذلك فإنه يحط عنه كما قال الفقيه بقدر ذلك، لأن جرت العادة أن التجهيز واجب. وترى أن هذا لا زال ساريا ما دامت العادة جارية في الحكم، ولكن تغيرت العادة تغير معها الحكم. والعادة الآن تغيرت الآن أنا أسألك أنت فقط. أنا فقط أنا بالنسبة للعادة مزاد جارية عليه، ولذلك الناس الآن يصبحوا يحدون دائما بربع دينار خوفا من أن يحط عنهم الموضوع. جيد. الديمقراطية انطلاقا من ما قلتم بأن الحاكم إذا تغلب وجبت طاعته، ما الفائدة من الديمقراطية؟ وهل يعني هذا أنه لا وجود لها في الإسلام؟ هو الديمقراطية إشكال حقيقي. أولا احنا عندنا مبدأ الشورى، ولكن الشورى هناك يقول أنها ملزمة وهناك يقول أنها معلمة، بمعنى أننا مثلا هناك ملاحظة مهمة دائما حقيقية. قضية الشورى هذه، قضية الديمقراطية هذه، دائما تكون فيها نوع من الإقصاء الآخر. وسأبين لك نحن عندنا الشورى أو الديمقراطية، إذا سميناها نسميها ديمقراطية إجماعية، بمعنى أنها لا يكون فيها إقصاء للآخر. المبدأ الإسلامي أن الغالب والمتغالب والمغلوبة كلاهما يلتقيا في نقطة سواء، حتى لا يحس المغبون بأنه مغبون والغالب بأنه غاب. بمعنى أنه لا تكون فترة ولاية الغالب فترة للإقصاء الآخر تلقائية. فهذا هو الإشكال في المفهوم الغربي. فترة الغالب فيها ينبغي أن يقر الآخر بها تلقائيا، وينبغي أن يصبر عليها ما دامت السنوات طويلة.
بينما في المشروع الإسلامي ينبغي أن لا يكون هناك شيء من ذلك، وإنما ينبغي أن يكون هناك جماعة تجميع كل منهم يحس بأن لهذا الحق قيادته، ولكن لنا نحن كذلك الحق في الرأي معه وفي الأول. بمعنى أن الديمقراطية ليست في الشريعة، ليست إطلاقا، لا لا، هي مبدئيا موجود ما يشير إليها، لكنها بتوصيفاتها الحالية ليست مطابقة تماما لمبدأ الشورى، لأنه كما قلت لك الشورى نوع من مشاركة الجميع. فإذا كانت الديمقراطية بمعنى أولا أصحاب الحل والعقد كغيرهم فيها، ثم صوت الناس فيها سواء، ثم بعد ذلك وهذا يضر، حتى لأن بعض الديمقراطيات الحديثة الآن أصبحت عندها ما يسمى بكبار مصوتين، كبار الناخبين، لأنه من المهم أن يكون هناك ميزة لأصحاب الرأي. فإذا تتبعنا فقط أصحاب الناس الذين ليس لهم رأي، فمعنى أننا يمكن أن نبيح مثلا الشيء غير مباح في الشريعة، مثلا الغرب مثلا إذا أباح مثلا لا يبيحون مثلا الفاحشة، هذا لا يمكن أن يعقل في جيد جيد. هذا يصلني إلى الانقلابات، ما موقف الشرع منها؟ موقفك من هناك ما قلت لك من قبل، من تغلب. أظن أن هناك سؤال، هناك استحضروا الآن سؤال قبل وقع مع العلامة حمد المرتين، فسألوا أحدهم عن هذا فقال له قبل الوقوع وبعد الوقوع، قبل الوقوع حرام لأنه يؤدي الفتنة، وبعد الوقوع شيء آخر، يعني هذا شيء آخر بمعنى أنه تغلب وعم طاقته قد وجبت على الجميع طاعته. هذا هو الموقف الشرعي، هذا هو موقف العلماء السنة، هذا هو موقفهم، لأن الموضوع ليس غرضا في ذاته هو، لكن غرض هو درء الفتن ودرء النزاعات والسكن العام في المجتمع، هذا هو ما يبتغيه الشارع من كل رحل عن عالمنا قبل أيام أحد سدنة الفكر الإسلامي لا يمكنه أن يتحدث عن قضايا الفكر دون أن يذكر، وهو الشيخ حسن الترابي. كمشتغل في هذا المجال، كيف تنظرون إلى الميراث الذي تركه الرجل في مجال الفكر الإسلامي؟ الشيخ حسن الترابي كان له أثر حقيقي في مجال فيما يتعلق بعلم الأصول، حيث كانت عنده نظرية مهمة جدا وأنا درستها وقد اشتغلت عليها كثيرا فيما يتعلق بالقياس الموسع، وهي نظرية رائدة وتتعلق بأن القياس التقليدي هو قياس جزئي على جزئي لم يعد يستوعب حاجات العصر، لم يعد يستوعب مستجدات، ولذلك من اللازم أن نأخذ كليات الأمور ونقيسها على كليات أخرى مباحة عندنا، وهي نظرية أظنها ستبقى له وستحمد له تبقي له ذكرا في مجال علماء الأصول. وكذلك عنده قضايا متعددة بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، ولكن بالحقيقة في المجمل كان له أثر طيب في مجال الأصول يحمد له. اشتهر بفتاواه التي أثارت جدلا كبيرا، أن قتل المرتد لا يكون إلا إذا حمل السلاح، وإمامة المرأة وإباحة الزواج المرأة المسلمة من أهل الكتاب. ما رأيك في هذه هذه الفتاوى؟ بعضها قاله بعض قبله، وبعضها كمثل ماذا؟ بعضها في موضوع الردة، هناك البعض تحدث عن ذلك في موضوع التشكيك فيه، ولكن الذي أقوله أن الإجماع لا يجوز خرقه، الإجماع يجوز خرقه، ومن خرقه يعتبر اجتهاده فاسد الاعتبار كما يقول الأصوليون، سواء فيما يتعلق بقضية الإمامة أو قضية الردة، فهذه قضايا إجماعية خرقها لا يجوز، ومن خرقها باجتهاده فالموقف منه أنه فاسد، أن فتواه هذه فاسد الاعتبار باعتبار أن الدليل إذا صادم النص قطعيا اعتبر قادحا من قوادحه. وهل يأثم بهذا الاجتهاد؟ الله ورسوله أعلم. في الشريعة في الفتوى يضمن صاحبها إذا أضرت بغيره، ولكنه بالحقيقة لا كان اجتهاده اجتهاد عن علم لا يأذن. وهل ترى أن هذا الاجتهاد كان عن علم؟ هو يعلم، أنا أعرف أنه من أهل العلم، ومن أهل العلم الاختصاص، ويقول ما يراه صحيح، ولكنه جيد. ذلك لا ينفع أنه لا يعطيه العصمة من أن يقول أشياء لا يبيحها شر. جيد. هنالك أيضا من ينقلنا هذا إلى بعض الفتاوى أيضا المثيرة في سياق الموريتاني، كفتوى
محمد المختار الشنقيطي بخصوص عدم وجود الرشم في 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 الإسلام، ما نفس الموضوع، نفس الموضوع، موضوع الرشم موضوع إجماعي عليه بأنه نفس الموضوع، موضوع قضايا هناك موضوع مهم جدا لبيانه، أن الشريعة لا يمكن أن تبنى بنقض قواعدها. القواعد الأصولية هذه قواعد إجماعية لا ينبغي القفز عليها بسرعة بهذه السرعة، لكن يجوز للمرء أن يبدأ أولا بمحاولة الاجتهاد في القواعد الكلية المؤسسة للفقه، فإذا جاء بها بمسلك آخر غير المسلك الذي كان عندنا جاز له أن يفتي بفتواه الأخيرة، لأن هذه الفتاوى في الحقيقة هي جزئيات لكنها مبنية على قواعد أصلية، وهي قواعد الإجماع مقطوع به وهو لا يتعرض إليه النقد ولا التخصيص ولا غيره. العوارض كلها عارية عن الإجماع، عارية عنها. جيد، هذا يوصلني إلى قضية غير بعيدة عن الردة وقتل صاحبها، وهي قضية الحكم على المخاطير في خصوص إساءتي للرسول صلى الله عليه وسلم. ما رأيك فيها؟ رأيي فيها هو رأي العلماء العاملين. ما هو؟ هو رأي أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه يعتبر، من سبه يعتبر مرتدا، وهذا حكم. لكنه القضاء هو لنا أمر قضاء، ويمكن للقاضي أن يؤكد هذا الحكم أو ينفيه. ليس الأمر، وحين يحكم القاضي بالأمر هل يعتبر تأخيره مخالفة للشرع؟ لا لا لا، وأنت تعرف بأن علي كرم الله وجهه، وهذا ما يقع في الكثير، علي كرم الله وجهه أراد الناس أن يعجلوا الحد للذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، أما علي فإنه أراد أن يؤخر ذلك، ولذلك بعض الناس تعجل ذلك وخرج، لكن الخرج عن علي دائما هو الآثم، أما علي فإنه إن اجتهاده هو الأصوب. إذن تأخير تنفيذ الأحكام ليس بحسب مخالفا بحسب مصالح، بحسب مصالح الناس، وما يؤدي ذلك من فتنة، وما يؤدي إلى مصلحة العامة للمسلمين، ذلك هو الأصل. لأن أنت ماعز والخزرجية حول كلاهما تأجل، اذهب إلي، اذهب إلى أسبوع آخر، اذهب إلى بعد أسبوعين، إذن ليس الأمر مرات التمن كل، هذا أصل معروف في الشريعة، لأن هناك فرق بين الحكم وتنفيذه. الحكم شيء، حكم إلهي، ولكن تنفيذه يتطلب بعوارض أخرى قد يكون المرء الوضع فيها غير مستتب، فلا بد من استتبابه كما قال علي كرم. جيد، ما موقفكم من محرقة الكتب التي قام بها زعيم حركة إيران برامج الدولبي؟ أظننا قلنا حكمها زمنها، وأظن أنه تاب ذلك، أظن أنه تاب، فما دام تاب لم نعد نحتاج إلى أن سمعت ذلك أنه تاب في الأوساط الماضية، وعليه ما دام تاب ويحس الناس على الكتاب والسنة فهذا أمر أظنه جيد، وأظن أن الحكم فيه. هل يمكن أن يستطاع أن تقبل التوبة من مثل هذه الأفعال؟ طبعا التوبة تقبل ما لم يغرغر، بمعنى أنها ليست، بمعنى أنه ليس ردة. هو ردة نفسها يستتاب صاحبها، ولكن لديه مدة زمنية، لكن المدة اجتهادية، مدة اجتهادية. الواحد هو عند الموضوع القاضي، موضوع الواحد أظن أن موضوع المحرقة هذه كان عمرنا الشنيعا جدا، والناس كلهم قالوا ذلك، ونحن كنا والحمد لله بين الناس الذين قالوا ذلك، وهو أمر شنيع جدا ما كان ينبغي فعله، ما كان له أن يفعل ذلك ولا غيره كذلك. انطلاقا من فقه المقاصد اللي اشتغلتم عليه، كيف تنظرون الى الزواج السري في موريتانيا الان؟ من باب المقاصد شرعيتي انا ارى انه يجر مشاكل كثيره، لعل اهمها ان الناس قد يتفلتون من الاحكام الشرعيه، ولذلك وهنا نؤكد الموقف المالكي منه الذي كان يقول بانه قريب من الحرمه، وبانه يفسخ إن لم يطل. هذا هو الموقف الشرعي، الموقف المالكي فيه موقف قوي، يفسخ قبل البناء وبعده إن لم يطل، وهذا هو موقف المالكية فيه، وأظن أنه موقف مقاصدي بالأساس، هو مهم لما يترتب عليه، مع أن أركانه كلها مكتملة.
هنالك من يرى أن ما يحدث في موريتانيا ليس زواج سر، بمعنى أنه فيه ولي، فيه صداق، وفيه شهود ربما، لكن يستكتمون فقط. لا، هو نكاح السري هو الموصى بكتمه، عرفه الفقهاء بأنه هو الموصى بكتمه، وعليه بأنه كل موصى بكتمه يسمى نكاح سري. ولكن كما قلت لك الأمر فيه متسع في المذاهب الأخرى، وفي مذهبنا قول قوي جدا فيما يتعلق بالفسخ قبل بناء وبعده إن لم يطل، وهو الموقف أظنه موافق لمقاصد الشرع، وهو الذي ينبغي أن يفتى به، لأنه يضر الآن أشياء، يضر الآن بالأمة ضرا كثيرا، يضر بالأمة الآن ضرا كثيرا زواج السري. ربما ما لا يعرفه كثير من المشاهدين عنكم أنكم محامي، كيف تمرون من نظرة محامي إلى سجن برامول للدولة بيت؟ من هذه الناحية أنا موقفي موقف المحامي ما هي ما؟ قال عبر عنه رئيسهم أراد عديدة، ولكن الحقيقة أنا أعتبر أن القضاء مستقل، يجوز له أن من القضاء مستقل، لا يجوز لنا كحقوقيين ولا قانونيين تدخل. وبلباسك الآخر ما هو موقفك؟ وبلباس الشرعي أظن أن ليس عندي فتوى في الموضوع. بمعنى؟ ليس عندي بلباس الشرع، بلباس الفقيه ليس عندي ما أقوله في الموضوع، لأن الموضوع ليس موضوعا فقهيا. لا، ليس موضوع بيرام، ليس موضوعا فقهيا، لأنه الموضوع الحرية. الموضوع الآن موضوع الحرية ليست في الإسلام. الحرية تقييدها لا يعتبر. هو الموضوع الذي حكم عليه قضائيا هل هو موضوع فقهي؟ لا أعرف. إذن موضوع القضاء الفقه لا يتدخل في الأشياء التي تتعلق به، لكن لأن الموضوع موضوع آخر، تنظيمي متعلق بالتنظيمات، متعلق بالجمعيات، لا يفتي فيه الفقهاء. قبل أن أنهي لأن الوقت أصبح يطاردنا، اسمح لي أن أقف عند جانب آخر من جوانب ربما ما يعتبره كثيرون مجانبة العلماء لما كان عليه السلف الصالح من الزهد في الدنيا وربما التقشف فيها والعزوف عنها. هنالك من يرى أن علماءنا للأسف يتجهون كثيرا إلى جمع الدنيا، ولدي هنا حادثة سأسألك عنها فقط، هي ربما صراع على استشارية في البنك التجاري وفاء بنك، وانطلاقا من هذا الصراع بينكم وبين عالم موريتاني مشهور الآن على إحدى الهيئات التي كنا نتحدث عنها في بداية الحلقة، استطاع أن يناحيكم من الاستشارية ليحل محلكم، وبالتالي ينبئ هذا عن صراع من أجل المكاسب. هل الحادثة صحيحة؟ وكيف تنظرون إليها من أسس؟ ليس هناك مشكلة بيني مع أحد العلماء، ليس عنده مشكلة مع أحد العلماء، عندها مشكلة إطلاقا مع أحد. والحادثة صحيحة أم غير صحيحة؟ الحادثة صحيحة، ولكن في السياق غير السياق الذي تحدثت عنه. ما هو هذا السياق؟ سياق اكتفي بهذا السياق، أنك كنت مستشارا في هذا البنك الذي هو البنك التجاري وفاء بنك، وأقيلت منه ليحل محلك أحد العلماء الموريتانيين. المهم بالموضوع هذا صحيح، الموضوع انتهى ومن مدة، وأنا لست عندي مشكلة مع أحد. ولكن هذا لا يعتبر صراعا، ينبئ عن ربما في الموضوع انحرافكم عن لا في الموضوع الذي قلت له ما يتعلق بالمال الحال هو الموضوع فعلا الناس يتحدثون عنه كثيرا، وأنا في الحقيقة لست من أكثر الناس مالا في الموضوع. قد زرتني في الدار وتعرفه، لست من أكثر الناس في الموضوع، مع أنني أستاذ في الجامعة وعندي قضايا أخرى من شخصية، عندي طرق أخرى، وكما قلت أنت محامي، عندي طرق أخرى، ليس فقط الموضوع الفقهي. موضوع الفقهي موضوع تخصص، ليس أكثر من ذلك. موضوع المهنة أنا الحمد لله أستاذ ومحامي، إذا ليست هناك موضوع لا يتعلق. لا، أنا أتحدث عن شيء أنا مهم عندي. نعم. الفكرة. نعم. لأن بعض الناس كذلك تكون تجار، بعض الفقهاء تجار، وبعضهم كذلك عنده أوصاف أخرى ليس فقط الفقه التي يشتغل به. لكن أنا أظن أن موضوع المال جمعه من حله وجعله في حله هذا هو الشر، لأن عثمان بن عفان كان غنيا، وكان هناك من الصحابة أغنياء، ولكن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بسبعين ألف سنة، ولكن كان هناك فقراء كذلك. الغنى والفقر ليس يمدوحا لذاتهما،
ليس لا يمدح المرء لأنه فقير ولا يمدح المرء لأنه غني، ولكن ما دام يتقدم عليه بسبعين ألف سنة بالدخول في الجنة لا تعتبر أنها، ولا يمدح فقير لأنه غني، لا يمدح، ليس هناك الموضوع ليس مدح، إنما يمدح الإنسان لأنه إذا كان غنيا بالإكرام وإذا كان فقيرا بالصبر، هذا هو الذي يمدح به، أما غير ذلك لا. لا ترى أن هنالك انحرافا؟ وفي الهيئات الخيرية هل ترى أن هذه الهيئات الخيرية أيضا في موريتانيا ربما تحيد عن نفس الشيء؟ الهيئات الخيرية بعضها، أنا أتذكر هنا الهيئات الخيرية فيها خير كثير، لكن كذلك بعضها كذلك سار في سياق آخر، هذا معروف، معروف أن بعض هناك، أنا هناك ملاحظة مهمة جدا يقول دائما كان عمر رضي الله عنه يقولها: جربوا الناس بالدراهم والدنانير ولا تجربوهما بالصوم والصلاة بينهما يفهم البر والفاجر. هذا أمر عمر الخطاب كان عجيب مننا، موضوع المال وموضوع هذا في الحقيقة الناس يتكلمون في الموضوع كثيرا عن بعض الناس ويظنوا ليس الأمر كذلك، لأن ما ينبغي أصلا يكون الأصل أصلا أن يغنى العلماء، أن يغنى قضاة، أن يغنى الموظفون، أن يغنى أصحاب الرأي، حتى لا يكونوا، لأن إذلالهم إذلال الأمة، حاجة العالم وحاجة القاضي إذلال الأمة، هذا نوع من إذلال الأمة. إذا كان القاضي والعالم والفقيه والإمام يتكفف الناس يسألهم، إذا كان الإمام إمام الصلاة. هل ترى أن الحركات الإسلامية سحبت البساط من تحت الإسلام التقليدي؟ الإسلام الحركي إسلام نشط حقيقة، ولكنه غير مقبول في المبدأ، غير مقبول. لماذا؟ لأنه أولا يحتاج مراجعات كثيرة حتى يكون إسلاما حقيقيا، ليس إسلاما حقيقيا. بصراحة هو الإسلام الحركي، وهذا ما قاله كثير من الناس، إسلام من يبتطي السياسة كثيرا، والسياسة جزء من الدين، ولكن ليست الدين كله، لنقول السياسة من الدين أوكي، لكن ليست الدين كله. لا ينبغي أن يجعل الدين هو السياسة، هم يجعلون الدين هو السياسة. لا ينبغي أن يجعل الدين هو السياسة، هم الدين يجعلون الدين. أنا يجمعوا بها. هل نفهم من هذا أنهم يجعلون الدين هو السياسة حركات الإسلامية؟ بعضهم مثل من؟ بعض الحركات الإسلامية في العالم كله، وعندنا عندنا أشخاص وليس لا في المجمل، لا أقول ذلك في المجمل، أقول هل يمكن أن تسمي في المجمل، أقول أن 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 الصحوة الإسلامية صحوة مباركة وكانت لها أثار طيبة على سعادة المجتمع، وأظن أن الدولة في زمن معين حست بهذا، من حست أنهم خطر عليها. وتذكر هنا قصة طريفة جدا، أن أحد في التسعينيات العلامة حمد التاه جاءه استدعاهم أحد مدراء الأمن، قال له: هذه الصحوة الإسلامية تريد أن تنسف الدولة. قالوا أنتم بالإسلام هنا لا بغيره، خذوا الإسلام أنتم تأخذ المجتمع، يعني المجتمع هنا مجتمع إسلامي بطبعه، وعليه كل من أخذ الإسلام أخذه، سواء كان سلطة وسواء كان معارضة، فعلى الجميع أن يحمل الإسلام حتى لا يبقى يتيما بما دمت الأيام. جيد، هذا يوصلني إلى فقرة من أيضا حديث لكم في مقابلة سابقة، مقابلة بالطبع مع صحيفة، تقولون فيه: وعلى الرغم من رفضنا لهذا التوصيف لأنه ليس هناك إلا إسلام واحد، فإننا نفترض صحته، وبذلك يكون الإسلام الحركي هو ذلك الفهم للإسلام الذي أنتج حركات إسلامية كثيرة خرجت من عباءتها حركات العنف في أزمان متفاوتة. صحيح. هل يعني هذا أن العنف أنتجته الحركات الإسلامية؟ هذا صحيح، هذا معروف، أن 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 الفهم الخاطئ للإسلام سواء كان ب ب ب ب نتيجة لردات فعل وقعت على الصحوة الإسلامية وما أنتج هذا العنف الذي نلاحظه الآن. صحيح أن الحركات الإسلامية في فترات متعددة نظرا لردة فعل لها على عنف مرسى عليها مارست هي العنف، وهذا صحيح، ولكن كان دائما هناك عقلاؤها يحاولون جر الناس من ورائهم ولكنهم يغلبونهم. جيد، هذا يوصلني إلى موقفك من الخطوات التي قامت بها الدولة مؤخرا بخصوص إغلاق بعض المحاضر التي تتهم بأنها ربما تابعة لحركات إسلامية، ما موقفك؟ إغلاق المحاضر
خطأ تم تصحيحه، ولكن لا زالت هنالك محاضر والنظام هذا ليس أصلا من سياسته العامة. من الرئيس محمد عبد العزيز جاء لدعم كان من أكثر الرؤساء الذين ترأسوا بلد دعم الإسلام خلال مجازاته الإسلامية الحاضرة، ولذلك تضيق على المحاضر يضر بالنظام أكثر ما يضر المعرض. هذا رأيي. جيد، ما موقفك من الربيع العربي؟ الربيع العربي أظنه ليس ربيعا عربيا. ما هو إذن؟ وخريف عربي. خريف عربي مخالف للشرع موافق له. الثورات أصلا لا تقوم بمجانين، لا يقوم به المجانين. ثورات المنتجة للأمة، العقول الحضارية لا ينتجها المجانين. هذه الثورات انتجها المجانين، ولكن ركبها عقلاء، ولكنهم بعد ذلك جنوهم أنفسهم فأحرقوا. ما موقفكم مما يجري في مصر؟ أظن أن 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 في مصر إشكال مربك، إشكال مربك أتوقف عنه. إذن بهذا التوقف نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ضيف وحوار. في نهايتها أشكر باسمكم جميعا ضيف هذه الحلقة الأستاذ والدكتور الشيخ ولد زين، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة تقبلوا تحيات فريق العمل خلال البرنامج، وهذه تحياتي عبد المجيد الإبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.